لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، هنيئا لكم بلوغ شهر رمضان المبارك، فإنها والله لمن أعظم النعم وأجدل العطايا وأكرم المنن من الكريم المنان ذو الجود والكرم والإحسان. فكم من الناس تأملوا إدراكه فلم يدركوه، واشتاقوا لبلوغه فلم يبلغوه، ونحن بفضل الله ومنته أدركناه وبلغناه. فنسأل الله تعالى أن نكون عند ختام شهرنا هذا من الفائزين، وأن يعيننا فيه على جميل الطاعات واغتنام ساعاته بفعل الصالحات. ونسأله جل وعلا أن يرفعنا في شهرنا هذا إلى أرفع المنازل والدرجات، وأن يغفر لنا جميع الخطايا والسيئات، وأن يهب لنا أكرم المثوبة والحسنات، وأن يعطي رقابنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. عباد الله، معاشر الصائمين، حقا إن رمضان مدرسة الأخلاق ومجمع المكارم وملتقى الفضائل، ولكن وللأسف الشديد قد يغيب عن كثير منا معرفة أحكام الصيام. لذلك دعونا نقف اليوم بإذن الله تعالى مذكرين أنفسنا بشيء من معاني الصيام وارتباطها بتقوية القيم ومحاسن الأخلاق. فإذا كانت التقوى هي الحكمة الرئيسية من الصوم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فثمة حكم وأسرار وتأثير للصيام في بناء الأخلاق الفاضلة، فلنقف على شيء منها. فالصائم يربي نفسه أولا وقبل كل شيء على الإخلاص، فهو يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام كيف صام؟ صام إيمانا واحتسابا، فهو لا يصوم رياء ولا سمعة ولا يصوم مجرد تقليد للصائمين، بل يصوم مخلصا لله عز وجل راجعا لثوابه. وفي حديث آخر عند البخاري حديث قدسي، رب سبحانه وتعالى يقول: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. فالصوم معاشر المؤمنين عبادة خفية وسر بين العبد وربه، ولهذا قال بعض العلماء: إن الصوم لا يدخله الرياء بمجرد فعله، وإنما يدخله الرياء من جهة الإخبار عنه. الإنسان ما دام صائم ما يدخلوش الرياء أبدا إلا إذا أخبر بذلك، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها كالصلاة والحج وغيرها. والصوم أيضا من جهة أخرى درس عملي في الصبر، عنوان الصوم هو الصبر، مدرسة الصبر. فالذي يحبس نفسه عن أكل الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خلال رمضان، يسهل عليه حبس النفس عن أكل الحرام فيما سوى رمضان. نحن تو نحبس أنفسنا عن الحلال من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فاللي يحبس نفسه عن أكل الحلال في رمضان حري به أن يحبس نفسه عن أكل الحرام فيما بعد رمضان. والصيام كذلك يطرق الصائم على الصبر في تحمل البلاء ويدع
سائلين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفح، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم، خاصة في أيام الصيف الحر ويكثر العوش ويكثر الخصومات. الصائم يجب أن يتحرى الصبر والعلم مع الناس. أيها الصائمون، أما عن أثر الصيام في الخوف والرجاء، وما أدراك ما الخوف والرجاء؟ فهما الجناحان اللذان يطير بهما المرء إلى الله وإلى نعيم الآخرة. فالصائم عندما يسمع قول الله تعالى في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يزداد رجاءه. وعندما يعلم أن في الجنة بابا يدعى الريان لا يدخله إلا الصائمون، يزداد رجاءه. وعندما يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وحديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ازداد رجاءه في رحمة الله وفي مغفرة الله وفيما عند الله تعالى من نعيم. ومن جهة أخرى، لما يسمع الصائم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر، ولما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لم يسمع الحديث كثير أكيد أنه سيخاف على صومه من الآفات والمحبطات. عباد الله، أما عن خلق المراقبة وما أدراك ما المراقبة، فالصيام ينميها وينشطها. المراقبة، الصيام يزرع في الإنسان مراقبة النفس، مراقبة الله عز وجل. ذلكم أن الصائم يمسك عن المفترات كلها، الحسي منها والمعنوي، فتراه أمينا على نفسه، رقيبا عليها، متمثلا هيبة مولاه عز وجل، مستحضرا رقبته عليه واطلاعه على حركاته، فلا يخطر بباله ان يفسد صيامه حتى ولو ترارى عن الاعين. هذه حقيقه المراقبه. هل واحد منا يجرم حتى بشيء، حتى لما يتوارى عن الناس ان يجرم على افساد صومه؟ ابدا. هكذا يجب ان يكون المراقبه الله تعالى في كل حين، في رمضان وفي غير رمضان. بل ان المرء منا متيقن ان الله يراه حيث كان، وتلك هي منزله الاحسان، اعلى منزله الاحسان. فكم نحن محتاجون ان نربي انفسنا على مراقبه الله دائما في رمضان وفي غير رمضان. عباد الله، اما عن خلق الحياه، هذا الخلق الذي يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، فرمضان يصونه وينميه. فالصائم يستحي من ربه أن يقدم على منكر من القول أو الفعل وهو صائم، ويستحي من ربه أن يؤذي مسلما وهو صائم. هذا الصائم الحقيقي يستحي من ربه أن يقوم بفعل أو بقول قبيح في رمضان. أما ما نراه اليوم من خصومات معناها والأخلاق دنيئة في رمضان، هذا لا يكون إلا من أصحاب نفوس مريضة وقلوب ميتة والعياذ بالله. فكم نحن بحاجة إلى خلق الحياة في حياتنا كلها. يقول الحسن البصري رحمه الله: أربع من كن فيه كان عاقلا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه. أي فهم أربع حصان، إذا الإنسان اجمعها الأربعة هذا كان من الحكماء وكان من العمال، وإذا كفرت فيه صفة منه فقط كان من الصالحين. ما هي الأمور الأربعة؟ دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. أيها المسلمون، أما عن الحلم وما أدراك ما الحلم، فالصوم تأثير ظاهر فيه، كيف لا والصائم يقال له: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصائم تهدأ نفسه ويسيطر على مشاعره ويتنازل عن جهل الآخرين عليه، ولا يستفز فينتقم لنفسه، بل يعفو ويصفح ويتجاوز ويغفر. تعلم الإنسان أنه يظلم نفسه عند الغضب، الإنسان يتحكم في مشاعره وفي أحاسيسه وفي ردة فعلته. أيها الصائمون، أما عن الجهاد وما أدراك ما الجهاد،
الجهاد. ففي مدرسة مرضى الله لو أسع لها كيف لا وأستاذنا وفي مقدمته محمد صلى الله عليه وسلم خاضوا أكثر من معركة في رمضان ابتداء من يوم الفرقان ويوم الفتح الأعظم وغيرها من الملاحم. وجهاد المسلم في رمضان لا يقف عند حد المعارك الحربية بل يتعداها إلى جهاد النفس. ولا يمكن كما قلناه مرات ومرات لا يمكن أن نخوض معركة الأخدعون إلا حين ننتصر على معركة جهاد النفس. إذا ما انتصرناش على النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان وعلى الشهوات فمعناها أكيد أن معركتنا مع العدو ستكون فاشلة. وهذا هو نراه اليوم. إذا فجهاد المسلم في رمضان لا يقف عند حد معارك الحربية بل يتعداه إلى جهاد النفس ومغالبة الشهوات والانتصار على دواعي الرذيلة ومنكرات الأقوال والأفعال. فالصائم الحقيقي يحفظ لسانه عن الكذب والغيبة وقول الزور، ويحفظ سمعه وبصره عن السماع والنظر المحرم أيا كان شكله وخاصة في وسائل الإعلام الهدامة. وسائل الإعلام هي حرب على الله ورسوله كما قال، لأنها شياطين تمشي على وجه الأرض. ويحفظ رشده عن المشي بالحرام، ويحفظ يده عن تناول الحرام، وهكذا ينتصر الصائم في معركة الشهوات والشبهات، ويجاهد نفسه وشيطانه فتكتمل له أسهم الجهاد. وهذه التربية الجهادية حرية بأن تستمر مع المسلم بعد رمضان، والله سبحانه وتعالى يهدي المجاهدين ويسددهم. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور.